أجدد التأكيد يا فخامة الرئيس على التزامنا بالتعاون معكم من أجل صنع السلام وعقد صفقة سلام تاريخية بيننا وبين الإسرائيليين، كما ونجدد التأكيد على استعدادنا لمواصلة العمل معكم كشركاء في محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم. وفي هذا الصدد فإنني أشيد بأهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية وما توصلت إليه من نتائج.